نحكي المكونات. نعم كوب طحين. بيكنج باودر. رصة ملح. فانيلا. بيضة طين. نعم كوب حليب. تفاح. مكرمل. بالعسل. فريز. شوكولا. كريمة. عسل. مكعب زبدة. رح نبدأ بالبيض. البيضة الأولى. البيضة الثانية. علق الفانيلا. رح نبدأ بالتحريك. حرك. بقى الحليب. فرفة بيناس. رح نبدأ التخليط. نضيف بيكنج باودر على الطحين. هلا رح نحط رشة ملح. نبدأ نحرك. رح نحط المواد الجافة على السائلة. تفضل يا رند. تفضل يا ماسة. نحرك شوي لحتى نكمل المواد الجافي. تفضل يا ماما. لا رح نكمل وضع الطحين. نكمل تحريك. وهيك صارت المكونات. وهلأ بمساعدة ماما رح نحطهم على النار. وهيك صارت جاهزة. شو طيبة؟ عجبتك؟ يامي. وهلأ
صار دوري. وهلا بدي احط الكريمة. بدي احط لك طبقة ثانية. عم نعمل كثير طيبة. لأن صنعناها بإيدينا. وهذا كان الفيديو اليوم. نشارككم عجبكم لا تنسوا تشتركوا بالقناة يوصلكم كل جديد. وسوينا أشكال مختلفة أنواع مختلفة. نشارككم تعجبكم. واللي حابب يصور ذات عدام كيف نفتح الفيديو. نحن نحبكم. باي باي باي.